وللحديث عن تداعيات اعتزال مقتدى الصدر، العمل السياسي والتظاهرات المستمرة، معنا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي عبد القادر النايل. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم ولمشاهديكم الكرام. حياك الله. قتلى وجرحى أثناء اقتحام أنصار التيار الصدري للمنطقة الخضراء، ما الذي تغير في الأوامر الموجهة إلى القوات الأمنية؟ هل للأحزاب المناوئة تأثير على هذا القرار برأيكم؟ من المعلوم تماما أن عملية مواجهة أتباع التيار الصدري لا تخضع لبعض الأجهزة الأمنية، إنما لقرار لميليشيات متنفذة، وهي الميليشيات الإطار التنسيقي، سواء كانت على مستوى قوى الأمن الداخلي التابعة لقوات بدر أو بعض القوات الأخرى التي ترتدي قوات الشغب وغيرها، وبالتالي هؤلاء يمتازون في عملية استبدال ملابسهم بأي ملابس من تشكيلات قوات الحكومية، كما حدث مع ثورة تشرين عندما تم عن طريق الميليشيات اغتيال كثير من المتظاهرين السلميين بطريقة إما ارتداء ملابس قوات الشغب أو جهاد الإرهاب أو غيرها، فضلا على أنه حقيقة المتغيرات واضحة تماما تشير على أنه أصبحت القوات الحكومية أيضا تريد استهداف أنصار التيار الصدري بعد اعتزال مقتدى الصدر السياسي. بعد سقوط قتلى وجرحى في المنطقة الخضراء، كيف ستمضي الأمور؟ يعني هل سينسحب أنصار التيار الصدري ببساطة، أم أن الأمور ستتصعد في الأيام المقبلة أو في الساعات المقبلة؟ انسحاب 1700 عنصر من مجمل سرايا السلام للقوات المنتشرة بالمحافظات المنكوبة يؤكد على أن الأمور ماضية نحو التصعيد وليس نحو التهدئة. فضلا على أن المعلومات الأكيدة وليس تحليلا، أنه الإطار التنسيقي وميليشياتي أكملوا جاهزيتهم بالانقضاض على أتباع التيار الصدري عسكريا، لذلك حقيقة حتى وإن هدأت الأمور حاليا أو ربما أشابها نوع من الهدوء الحذر، لكن في مقبل الأيام لا، الأمور تتجه باتجاه التصعيد والاغتيالات بين الطرفين، وبالتالي لا يمكن لأتباع التيار الصدري وهم يمتلكون ميليشيا سرايا السلام أن يسكتوا عن القتلى الذين سقطوا اليوم برصاص اعتداء سافر واضح تماما على حرمة هؤلاء، وبالتالي هم كانوا سلميين رغم أنهم اقتحموا بعض المقرات الحكومية لكن لم يكن بعلوة السلاح وغيرها، فضلا على أن المعلومات التي تشير على أنه قرب منزل المالكي كان هناك عمليات اطلاق نار كثيفه، مما يؤكد ان قوات تابعه للمالك استهدفت ايضا المتظاهرين. انت اشرت الى ان الاطار التنسيقي والاحزاب المناوئه له اكملت استعداداتهم التعبويه للانقضاض على التيار الصدري، هل هذا يعني نحن على ابواب حرب واقتتال داخلي في العراق؟ وكيف ستكون نتائجه اذا ما حدث هذا الامر؟ من المؤكد انه هكذا اقتتال هو لا يخص الشعب العراقي. هو يخص هذه الميليشيات فيما بينهم، وبالتالي لن يتأثر الشارع العراقي بهذه الحروب، لا فضلا لأن الواقع العراقي مرير، وبالتالي حدث صراع كما توقعت بعض دوائر القرار الغربية على أن هناك دول مجاورة للعراق ستنخرط في هذا الصراع، وأظن أن إيران أيضا مستعدة للانخراط الكامل في الصراع، ولا سيما بعد التسريبات على وصول قوة من الحرس الثوري الإيراني لبعض المعسكرات، لأنه ما وجهه اليوم الحائري من ضربة دينية باتجاه الصدر هي أصلا قرارا إيرانيا لم يكن من بنات أفكار الحائري أو كاظم الحائري، لذلك هناك تداعيات كثيرة على مقتدى الصدر الطامح إلى إعادة مرجعية النجف تحت لوائه أو تحت يده، امتثالا لأنها كانت تمثل هذه المرجعية عمقا لوالده ولآل الصدر باعتبارهم مرجع عربيا في النجف. الاقتتال الداخلي هل هو كسيناريو وارد في العراق اليوم؟ بالتاكيد هذا الاغتيال لم يتوقف، عمليات الاغتيالات التي جرت ما بين الاطار التنسيقي والميليشياتي والتيار الصدري ماضيه، ولعل تسريبات المالك الاخيره كشفت على ان قيس الخزعلي قد اغتال او عددا من قيادات التيار الصدري وهو اعتراف صريح للمالكي، لذلك العمليه لم تهدأ لكن ربما تتسع اكثر، فهي ليست وارده بل هي مؤكده. نعم.
في خبر عاجل وردنا الآن، إحراق مقر ميليشيا العصائب في حي الرشاد ببغداد. السؤال الذي أود أن أطرحها الآن، يعني أليست هذه فرصة سانحة لدى العراقيين لقلب الطاولة على كل شركاء العملية السياسية في ظل هذا الاقتحام إلى القصر الجمهوري وإلى البرلمان برأيكم؟ أولاً العراقيون أيدوا عملية ما طرحه الصدر الذي هو طرح قبله في عام 2005 في مؤتمر الجامعة العربية، يوم كان الدكتور حارث الظاري ممثلاً لقوى المقاومة وقوى المناهضة بأن تكون هناك حكومة مستقلة لا يشترك في أحزاب من شارك في مجلس الحكم. والآن يعاد السيناريو نفسه عندما دعا الصدر لذلك، لكن العراقيون يحتاجون إلى أن يمضي التيار الصدري بهذه الخطوة، وبالتالي إذا كانوا هم صادقين وثابتين في عملية قلب الطاولة وتعديل العملية السياسية وتغييرها تغييرا جذريا، فإن العراقيين لن يتوقفوا وسيذهبون باتجاه أكبر من ذلك من خلال مساندة ومن خلال فعل حقيقي لاستعادة العراق وبالتالي إنهاء العملية السياسية بالكامل. فالعراقيون ينتظرون صدق أفعال أتباع التيار الصدري وبالتالي لكل حادثة حد. نعم الأستاذ عبد القادر النايل، أرجو أن تبقى معي في هذه التغطية، وأرحب بالصحفي والناشط المدني الأستاذ عادل الجبوري من بغداد، انضم معنا عبر الهاتف. أهلا ومرحبا بك أستاذ عادل. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين. السؤال الأول الذي نود أن نستفسر به هو كيف الأوضاع الآن في العاصمة العراقية بغداد وباقي المدن؟ الحقيقة اليوم تطور خطير في السياسة العراقية، حصلت في تحرك أنصار التيار الصدري للدخول إلى المنطقة الخضراء ومحاولتهم قلب الطاولة على هذه الحكومة والسياسيين والأحزاب الفاسدة التي عبثت بالعراق منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا، وسرقت أموال العراق، واليوم العراقي ينتظر الفرج من هذه الحكومة التي سكتت على قلبه عشرات السنين دون أن تقدم له أي شيء يذكر. هذه الحكومة حكومة بائسة، أحزاب بائسة، أحزاب عميلة إلى إيران، تحاول أن تقتل الشعب العراقي، والشعب العراقي انتفض هذا اليوم انتفاضته، وننتظر ماذا سيحصل في الساعات القريبة القادمة. نعم، ابقى معي أستاذ عادل، أنتقل إلى الأستاذ عبد القادر. أستاذ عبد القادر، تعودنا من السياسيين ومن الكتل ومن الأحزاب أن تجعل العراقيين والشعب العراقي في فوهة المدفع وفي مقدمة الأمر. ما الذي يجب على العراقيين أن يفعلوه اليوم كي لا تحدث معهم أن يستخدموا كدروع بشرية أو يستخدموا وقود لهذه الحرب التي من الممكن أن تشتعل؟ هذا سير هذا المعارض بعد ما هي راية فاجر تحقيق جناب الشياب أبو الشيشية تجابة تشعر عبد الله. أستاذ عبد القادر هل تسمعوني؟ نعم، أعتذر منك الأستاذ عبد القادر النايل، يبدو أن هنالك خلل في الصوت من المصدر، وشكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في تغطية هذا اليوم حول اعتزال صدر العمل السياسي والتطورات الأخيرة التي تحدث هناك. أعود إلى الأستاذ عادل الجبوري، ما الذي تغير حاليا؟ بماذا يختلف قرار الصدر يعني بالاعتزال عن قراراته السابقة؟ يعني السيد الصدر يوميا يظهر إلينا، يعود إلى العملية السياسية ويعتزل العملية السياسية وماذا يستقر على طريق واحد، يعني الطريق اللي أما يبقى في العملية السياسية أو يرفض هذه العملية السياسية ويدعو إلى تشكيل حكومة بعيدة عن الأحزاب التي ذبحت العراقيين منذ العام 2003 لحد الآن. يعني كافي أنه العراقي يتحمل وكافي صبره يحتمل هذه العمالة وهذه الأموال التي تذهب يوميا من أموال العراقيين لجيوبهم الخاصة ولمنافعهم الخاصة. والفساد أصبح اليوم في العراق أمر لا يحتمل، يعني كل السياسيين هم يبيعون المناصب ويشترون المناصب، والشعب العراقي جوعان، الشعب العراقي تحت مستوى الفقر. يعني كافي أنه الشعب العراقي ينتظر ما يقوم به السيد الصدر
وانسحاب الصدر، يجب ان يبقى على موقف واحد. اما طيب قلب الطاوله، السؤال الاهم ما مدى مصداقيه هذا القرار استاذ عادل؟ تعودنا على مقتدى الصدر ان يعطي القرارات كما اشرت، واخرها في الانتخابات الاخيره قال انه لن يشارك، وبعدها وجدناه الكتله الاكبر ويصارع من اجل منصب رئيس مجلس الوزراء. هو هذا اللي انا دا اقوله، يعني هو ماكو موقف ثابت، وهذا عدم وضوح الموقف للسيد الصدر يجعلنا العراقيين او الشعب العراقي ينتظر ماذا يحصل في العراق. ليش؟ لانه يخاف يشرون وقود الى السيد الصدر، وهم كلهم يردون يحصلون المكاسب في هذه الحكومه. السيد الصدر مع احترامي لحضرته عنده الكثير من الموظفين بدرجات، اليوم يلا استقال، اليوم يلا قدم استقالته حميد الغزي، اليوم يلا استقال حميد الغزي بعد ما طلع السيد الصدر وانسحب من العملية السياسية. يعني هذه كليتها عندهم مئات الوزراء، الوكلاء الوزارة والوزراء العامين، ماكو دائرة ما فيها واحد من السيد الصدري. أما أشترك في العملية السياسية وأصلحها مثل ما يريدها الشعب العراقي أو تريدها أنت، وأما أنسحب نهائيا واخلي الشعب يدافع عن حقوقه ومصالحه في هذا البلد. يعني خبر عاجل وردنا الان، 5 قتلى وعشرات المصابين في من انصار التيار الصدري برصاص ميليشيات الحشد داخل المنطقه الخضراء. استاذ عادل، احراق مقر لميليشيا العصائب، ازدياد عدد القتلى من اتباع التيار الصدري، ماذا يؤشر كل ذلك؟ نعم نعم، هو الاخبار اللي عندي يعني من توصلني انه اطلاق نار على المتظاهرين، وهذا يؤشر الى حاله خطيره حصير بالعراق، والعراق ينسحب الى الفوضى والى طريق مجهول ولا يحمد عقباه، وكل السبب بسبب الحكومه الفاسده اللي سمحت للميليشيات بحمل السلاح في البلد. هل سينسحب إلى فوضى أكثر من الفوضى التي يعيشها اليوم؟ نعم، ستنسحب إلى فوضى أكثر من هذه الفوضى. هذا مؤشر خطير، ولذلك اليوم نشوف القوات الأمنية قامت بمنع التجوال في كافة أنحاء العراق. نعم. واليوم البصرة والعمارة والناصرية، في الناصرية تم غلق مديرية المرور وغلق المقرات، ولم ترد بعد تجينا الأخبار يعني اتباعاً من البصرة، محافظ البصرة يتجول ويطمئن البصريين، والوضع وشركة النفط أغلقت في الناصرية، وهذا مؤشر خطير على أنه سترتفع أسعار النفط في العالم، وما عرفاني الولايات المتحدة الأمريكية إيش تنتظر، ماذا تنتظر بهذه الفوضى اللي يتعب تخلق الأزمات. يعني هذا خلق الأزمات، هذا خلق الأزمات في العراق. ومن المستفيد؟ المستفيد الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نعم. أنت أشرت إلى أنه ما لا أعلم ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية أو القوات الأمريكية من هذا الأمر، ماذا يعني؟ هل ستنتشر القوات الأمريكية أو تطلبون انتشار القوات الأمريكية مرة أخرى ليشكل احتلالا جديدا بعد أن أعلنوا انسحابهم في عام 2018؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية تركت العراق الى الفوضى، وهذا ما يجوز، هي مسؤوله عن هذا التغيير اللي حصل بال 2003 وباسم الديمقراطيه. هذه الديمقراطيه الامريكيه المسلبنه بالشوكليت او الشوكولاته جابوا لنا اياها من امريكا لحد الان لهنا الى ويقولون انها ديمقراطيه ناشئه، 20 سنه وناشئه، ماذا تنتظرون من الديمقراطيه؟ طيب. دخول أو اقتحام مقتدى الصدر إلى المنطقة الخضراء سابقا ودخوله إلى مقر البرلمان مع أتباعه كانت تشكل فرقا عما يحدث اليوم. اليوم هنالك المزيد من القتلى، هنالك العشرات من المصابين، هنالك حرق لمقرات ميليشيا أو أحزاب. إذن هل تتوقعون أن هذه الأمور ستنتهي في ليلة وضحاها، أم أن هنالك شيء يخفيه السياسيون عن العراقيين؟ لا، جماعة التيار الصدري أو من جماعة التيار الصدري ماكو الآن قيادة تقودهم، ولذلك فإنهم لن ينسحبوا من المنطقة الخضراء، ويحاولون يعني اليوم الهجوم على قصور حزب الدعوة ومن ضمنهم بيت المالكي.
يعني حاصروه. هنا السؤال، يعني هل تعتقد أن الإعلان بالاعتزال من العمل السياسي هو ضغط على الإطار التنسيقي حتى من أجل أن يقدم عدد من التنازلات لم يقدمها من قبل؟ هو ضروري على الإطار التنسيقي أن يقدم بعض التنازلات حتى تستقر الأمور، وضروري أن تكون تشكيل حكومة الآن جديدة، حكومة طوارئ لمدة 6 أشهر، وتجري انتخابات مبكرة، وما تبقى هذه الحكومة الحالية اللي هي هم سبب من سبب أسباب الأزمات. هذه الحكومة هي سبب من أسباب أزمة التيار الصدري، وتقوم بهذه الأعمال في سبيل أنه تبقى في السلطة، يعني حتى باقين بالسلطة يحدثون فوضى ويحققون أزمات في البلد، وما يهمهم ما يقتل وما يذبح من التيار الصدري أو غير التيار الصدري، وهم كلهم أصبحوا وقود إلى هذه إلى الكاظمي وغير الكاظمي. وهذا شيء أستاذ عادل، في خبر وردنا الآن من مصادر صحفية أن إيران تنصح مواطنيها من عدم أو بعدم السفر إلى العراق، هل هذا يعني أن إيران تعطي الضوء الأخضر للمتصارعين في العراق لأن يصعدوا الأمور أكثر مما هي عليه الآن؟ هو السبب الأول هو إيران. نعم. وهذه إيران هي أصبحت اليوم تنطي الفرصة إلى الإطار في سبيل ضرب التيار الصدري، ومثل ما قلت لك أنه ما يهمها أن يكونون جماعة أو أنصار التيار الصدري هم وقود إلى هذه الحرب والفوضى في داخل البلد. واليوم السفارة الأمريكية الآن أخلت كل موظفيها. بما أننا وصلنا إلى هذه النقطة، أيضا بعثة الأمم المتحدة خرجت اليوم، ماذا يعني؟ هل هذا يعني أنها تخلت عن مهامها في العراق؟ ولماذا دائما تتعامل بعثة الأمم المتحدة بجفاء مع مطالب الشعب العراقي؟ نعم، بعثة الأمم المتحدة أيضاً أن طلعت من العراق، وذلك لترك العراقيين يعني يتقاتلون فيما بينهم، والولايات المتحدة الأمريكية سحبت كافة موظفيها أيضاً والسفارات الباقية، واليوم الوضع في المنطقة الخضراء وضع سيء جداً، لا نعرف ماذا سيحصل في الساعات القادمة. بعثة الأمم المتحدة وصفت الأمور أو الأحداث التي تحصل اليوم بالتصعيد الخطير، وقالت إن الدولة العراقية على المحك وكان العراق مستقرا قبل ذلك، كيف تنظرون لهذا التصريح؟ يعني كان العراق مستقرا قبل ذلك، وجو يعلون الفوضى تحت ذراع الأسلحة الكيميائية أو الأسلحة المحظورة. هم جابون أسلحة محظورة، هم جابون الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، هي جابت لنا هذول السياسيين، هم الأسلحة الجرثومية اللي جت للعراق، والعراق كان مستقر وما يعاني من هذه الفوضى نهائيا، وجعلوا من العراق فوضى في سبيل أن يستفادون هم من النفط وسرقة المال العام وسرقة الأموال اللي تخص الشعب العراقي. في وقت مضى هنالك من قال أن بقاء مصطفى الكاظمي في منصبه هنالك بعض المستفيدين من هذا الأمر، هل إعلان حظر التجوال اليوم ببغداد يمكن أن يكون بداية لإعلان حالة الطوارئ ومن ثم التمديد لرئيس الحكومة والجمهورية؟ كل ما يحصل في العراق الآن هو بسبب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اللي يخلق هذه الأزمات ويخلق الفوضى بين التيار والإطار في سبيل أن يبقى هو بالسلطة، لأن التيار الصدري يريد يبقى رئيس وزراء والإطار يرفض وجوده كرئيس وزراء، ولذلك هو إذا استقروا الإطار والتيار على اختيار رئيس وزراء سواء كان محمد السوداني أو غيره فسيخرج الكاظمي إلى غير الرجعة، وهذا ما هو لا يريده، لأنه مستفيد من وجوده كرئيس السلطة الحكومة العراقية، والأموال بيده والقوانين بيده، وهذا كان شيء يحلم به. يعني ما هذه الفائدة التي سيجنيها مصطفى الكاظمي؟ ماذا عن البقية؟ ما هي الفائدة من بقاء مصطفى الكاظمي في منصبه؟ بقاء استفادة من القوانين اللي شرعت في الأمن الغذائي أو غيرها، والمال والجاه وكل شيء في يعني هذه كلها
ما يهم الشعب العراقي، المهم انه هو يستفيد، المهم هو ينفذ اجنده معينه رسمت له. لذلك شوف هو راح الى مؤتمر مصر، الى مؤتمر القمه الخماسيه، وانسحب بعد ما ارادوا القمه الخماسيه ان تحرك جيش على الحدود الاردنيه لحمايه الاردن من التدخل الايراني. نعم. انسحب في سبيل حتى لا يخشى على ايران. يعني هذه كلها شواهد انه هذا الرجل لديه اجندات معينه يحاول ان ينفذها في العراق. واجا ارجع للعراق على اساس انه اكو اضطرابات، وهذا شيء مو صحيح. يعني هو لانه وصلت العمليه الى ايران هو انسحب من الاجتماع الخماسي. نعم. نعم، الصحفي والناشط المدني الأستاذ عادل جبوري، كنت معنا من بغداد عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.